كمان. قبل ما نتكلم عن التحدي كلامي عن ماتش الاهلي والزمالك. بصي طبعا ماتش حلو قوي، الواحد كان بصرف نظر عن الفنيات والنتيجه طبعا مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره، لعيبه، الاهلي يستحق. امبارح كان هو كولر يمكن اما يبقى جايبه مدير فني كويس قوي بيعرف ازاي يتحكم في اللعيبه، اللعيبه كلها دلوقتي منوره، ما فيش اي حد بيقول حد متعور روتيشن لا، فالاداء الفني كويس قوي. الاهلي يستحق. الزمالك شوط تاني كان كويس، فمبروك للنادي الاهلي. واهم حاجه ان الماتش طلع من غير خناقات، من غير مشاكل، ودي حاجه كويسه جدا. وان شاء الله يا رب بالتوفيق للكره المصريه، انما الاهلي والزمالك والاسماعيلي كل دول يبقوا كويسين. هيفرق معانا في كاس العالم ان القرعه برده في نفس اليوم،